إذن متابعينا الكرام، مرحبا بكم في مباشر جديد ديال الدار البيضاء، وبالضبط من طريق السيارة ديال اللي كيلو وسط الدار البيضاء. وفي هذه اللحظات تنقل عدد كبير ديال الجماهير الرجوية ساعات قبل انطلاق المقابلة. فريق الرجاء الرياضي اللي كيستقبل ثاني المقابلات ديالو، متابعينا الكرام، العودة ديال الجماهير ديالو جامعة اللي خسرت الفرق، بس ان العودة ديال الجماهير اللي تكون في احسن الظروف. شفنا فرحة عالمة ديال الجمهور، معظم الجماهير اللي كتسنى باش انها ترجع تشوف الفرق ديالها وتفرج فيهم. فريق الرجاء الرياضي اللي كيجي في مكنا في هاد اللحظات، كلشي لوجهة التيران، المرور بالدراجات بالطوموبيلات كلشي، يعني كلشي لوجهة هي مركب محمد الخامس. طريق السلامة للجميع، كذلك مناصرة لفريق الوداد الرياضي اللي يعني كلشي حتى هو مشرف رشيد بحكم يعني المسافة بين الدار البيضاء وبرشيد. ديال الجماهير اللي مشات عبر الدراجات ولا بالسيارات، طريق السلامة للجميع، والله يحفظ الجميع ان شاء الله. الفرجة اللي كيعطيوها الجماهير والروح اللي كيعطيوها كذلك اللي كيزرعوها في الفريق وحبهم الفرق ديالهم خلوهم انهم يمشيو في الوقت اللي كان وفي وقت ما كان وفاش ما كان وفي اي مكان، يعني كيمشيو بدون ما يفكروا. الدين شو قاعد يدير المقابلة 8:30.